عشان نتعرف على تفاصيل اكتر معانا على التليفون اللواء علي الشرابي رئيس مدينه الاقصر. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اهلا وسهلا سياده اللواء. خلينا كده بدايه نتكلم. صباح الخير يا استاذه منى. اهلا وسهلا بيك سياده اللواء. خلينا نتعرف من حضرتك كده بدايه على تفاصيل وملامح خطه التطوير، بتشمل على قطاعات ايه وايه اللي حصل فيها؟ تمام يا فندم. اولا طبعا احنا بنصبح على اهالينا في مدينه الاقصر، وبنتكلم على موضوعين. الموضوع الاول هو الاستعداد للموسم السياحي. بنستعد للموسم السياحي، في الموسم السياحي هيبدا في منتصف شهر 9 اللي ان شاء الله اللي هو خلاص بدا، خلاص قدامنا 10 ايام ونبدا فيه ان شاء الله. وكانت توجيهات سياده المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر لجميع الاجهزه التنفيذيه بالمدينه برفع درجه الاستعداد، ودي خطه معموله باستمرار بنشتغلها ومن خلال تحسين الرؤيه البصريه. على طول كان مجلس المدينه بدا في اعمال لرفع كفاءه الارصفه والبلدورات والدهانات زي ما انتم شفتوا كده، وغسيل الكورنيش بالكامل، واشتغلنا في اصلاح الكشافات وغسيل الاعمده وتقليم الاشجار والزراعات. مش كده وبس، كمان احنا نسقنا مع مديريه الامن واداره المرور عشان اعاده تخطيط الشوارع والميادين والاشارات المروريه ومناطق عبور المشاه. اهتمنا بالسوق السياحي وغيرنا كل اللمض اللي هي ما كانتش شغاله كويس، لان ده السوق السياحي بيعتبر وجهه للسائح بيشتري بعد الهدايا التذكاريه له لما يكون في زياره لنا. رفعنا كفاءه الميادين، ميدان المحطه، ميدان ابو الحجاج، المداخل بتاع المعابد، معبد الاقصر ومعبد الكرنك. غيرنا ودهنا جميع كل اللوحات الهويه البصريه على طول الطريق السياحي، تم تغييرها بالكامل. اعدنا طلاء ودهان جميع الجداريات كلها عشان المدينه تظهر بالمظهر المشرف امام السياح، وده كله من خلال البعد عن التشوه البصري وتحسين الرؤيه البصريه، يعني بمعنى ان الكل بيشتغل في اتجاه واحد. اكيد عظيم جدا. حضرتك ركزت على نقطه مهمه جدا يا سياده اللواء، هي الهويه لهذه المدينه، لان ليها طابع خاص، فان احنا نحافظ على هويه هذه المدينه، وزي ما حضرتك ذكرت تحسين الرؤيه البصريه بحيث ان احنا ما نشوفش حاجه مختلفه او نشوف استخدام لالوان وتصاميم مختلفه في عمليه التطوير. ده اللي احنا شغالين به، واحنا عندنا لجنه اصلا خاصه بالهويه البصريه من اساتذه في كليه الفنون الجميله، كل الكلام ده بيتعرض عليها وبنشتغل كلنا مع بعض في الاتجاه ده. احنا عندنا برضو الموضوع الثاني هنتكلم عليه اللي هو اعمال التطوير ورفع الكفاءه اللي تمت خلال الست اشهر اللي فاتت. احنا طبعا جات لنا توجيهات من وزاره التنميه المحليه السيد اللواء هشام امنه بتطوير الاسواق والمواقف، وعلى الفور كانت توجيهات السيد المحافظ مصطفى قلم محافظ الاقصر ان احنا نطور كل المواقف اللي عندنا والاسواق اللي موجوده في المدينه، لان دي بتقدم خدمه مباشره للمواطن. وده طبعا من خلال الرؤيه المصريه ل 2030 لتحقيق التنميه المستدامه في جميع المجالات. طب. وعلى الفور احنا طورنا سوق الخضار في شرق السكه على مساحه حوالي 5000 متر، تطوير كامل، تغيير ارضيات، اسقف، بوابات، اعمال اناره، زودناه بعدد 35 كاميرا مراقبه، رفعنا كفاءه دورات المياه، اتعاقدنا مع شركه نظافه وشركه امن خاصه بالسوق عشان نقدم الخدمه للمواطن وتبقى الخدمه مستمره. كل دي خدمات هيستفيد منها المواطن في الاقصر بجانب السياح. كل الشكر ليك سياده اللواء علي الشرابي رئيس مدينه الاقصر على المجهود الكبير اللي انتم بذلتوه. شكرا جزيلا لحضرتك.